أدعو بهالأثناء السيدة ليندا عبد الحي مديرة العلاقات العامة بمنتجع الأتلانتس دبي، كما أدعو الأستاذ فادي ملاح رجل أعمال كبير صاحب شركة بيرفكشن مانجمنت اند ايفنتس في دبي، وندعوها على المسرح أيضا لتقديم جائزة بياف 2017 لوجه محبوب جدا 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 في لبنان ومحفوظ بلبنان كل تفاصيله وكل أعماله. مساء الخير. مساء النور. بالسلمة العربية أسماء كثيرة لمعت وتميزت، لكن في أسماء علمت بقلوب المشاهدين وأصبحت مثال وقدوة، والتاريخ سطر أساميهم بأحرف من ذهب. عن مين عم نحكي؟ عم نحكي عن فنانة عربية من لون عينيها ومن ابتسامتها ومن أدوارها وتميزها وإبداعها، دائما حاضرة وإن غابت هيدا حال الكبار دائما، وهي كبيرة من أم الدنيا، كبيرة في الأداء والاحتراف والنجومية. جائزة بياف 2017 للنجمة المصرية العربية جميلة الجميلات ليلى علوي. جميلة الجميلات، هكذا عرفتني السينما المصرية منذ سنوات. اكتشفني الفنان نور الشريف وقدمني لأعمل في عدة مسرحيات، كما اختارني المخرج أحمد ثروت للعمل في فيلم سينمائي من أجل الحياة، وبعدها البؤساء مع النجم فريد شوقي. توالت الأدوار بعد ذلك، فقمت في أدوار حفرت في ذاكرة المشاهدين وذاكرة الشاشة الفضية في بلد السينما العربية. دور مميز أديته في فيلم المصير مع كل من النجم نور الشريف، صفية العمري والفنان المصري محمد منير. غنوتك وسط الجموع تهز قلب اللي انفرح. كما أديت دوراً مميزاً في فيلم ليلة البيبي دول. قدمت الكثير من المسلسلات على الشاشة الصغيرة مثل حديث الصباح والمساء، لحظات حرجة، وأستعد لمسلسل الجديد الشوارع الخلفية مع النجم جمال سليمان. كثيرة هي الجوائز التي نالها مشوار الفني المتميز. أنا النجمة المصرية المتألقة ليلى علوي. إنها ليلى علوي، أدعو على المسرح نائب عكار وعضو كتلة المستقبل النيابية خضر حبيب للانضمام لنا وتسليم هالنجمة التي تزداد توهجا عاما بعد عام. ليلى علوي، حقيقة ومن كل قلبي أنا بقولها شرف كبير لأي مبدع عربي إنه يتكرم في مهرجان باسم الرئيس رفيق الحريري. رفيق الحريري هيظل رمز في تاريخنا وفي مستقبلنا للبطولة والسلام والعطاء. بشكر جدا مهرجان بياف على التكريم ده، وانا بتكرم في وسط كل الرموز المبدعة في جميع المجالات اللي اعطت كتير للوطنها العربي. يا رب دايما نقدر ندي لوطننا، وانا موجودة معاكم وبحيي شعب بيروت المحب للفن والثقافة والتاريخ والحياة، وبيروت هي ست الدنيا. شكرا.